في الذكرى 21 من الإعلان عن حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية تصدر بيان صحفي عن تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم من عام 2017 إلى 2018. ففي هذا السياق أردنا أخذ أراء بعض الصحفيين عن هذا الموضوع. هل تعتقد أن حقوق الإنسان محفوظة في الجزائر؟ أنا لا أظن أن حقوق الإنسان محفوظة في الجزائر، لأن هناك كثير من التجاوزات، وخاصة فيما يخص يعني في جميع الحقوق، فيما يخص حرية التعبير، فيما يخص حرية لو دروا دو مانيفيستي، فيما يخص لي دروا حقوق العمال، حقوق الأطفال، حقوق النساء. صحيح أن هناك بعض التطورات، لكن عموما يعني كنشوفوا بصفة عامة أن الجزائر مازالها يعني بعيدة كثيرا من النورم انترناسيونال، وخاصة أن كنشوفوا في القوانين يعني صد دون لي لوا لي لوا الجيريان ايزون كونكريتيزي لو ريسبي دو سي دروا، لكن فيما يخص لا براتيك في لو تيرا هناك يعني انتهاك للحقوق، وعني نشوفوه كل يوم. شفنا على لي مانيفيستاسيون تاع الاطباء ولا تاع لي زونسينيون ولا لي ميديسان، ما خلوهمش ميم با باش يديروا المسيره. دونك هادو يعني سي دي بروف بلي مازلنا بعاد شويه من لي نورم انترناسيونال. والله الموضوع هذا موضوع حساس جدا. الحكومة الجزائرية أظن أنه هي هذا ممكن مش خطاب نقوله راح يكون مع الحكومة أو ضد الحكومة، لكن الحكومة الجزائرية تحاول دائما الحفاظ على أمن المواطنين، لكن بالمقابل هناك حقوق مهضورة في الجزائر، حقوق التعبير، حقوق الطفل، حقوق المرأة، عندنا المظاهرات ممنوعة في العاصمة، عندنا العنف ضد المرأة موجود بكثرة، أرقام هائلة موجودة على جميع المستويات. يعني الموضوع نسبي قليلا حقوق الإنسان، لكن أظن أنه تقارير كما هذه مثل تقرير منظمة العفو الدولية يكشف عن الكثير من النقاط اللي ممكن تكون غير مكشوفة أو لا تريد الحكومة الكشف عنها. فالحقوق السياسية ما زال يعني الجزائر لا يتمتع بها كليا. الحقوق الاجتماعية فيها تقهقر خاصة في السنوات الأخيرة، لاحظنا يعني الإضرابات والحركات الاجتماعية كل إطار، مشكل السكن، مشكل المعيشة، تدهور القدرة الشرائية. في المسألة الاجتماعية، حقوق الاجتماعية يعني تعرف تراجع كبير. نفس الشيء يعني حتى في الحقوق المدنية، فالجزائر يعاني من حرمان، ونفس الشيء ينطبق كذلك على الحقوق الثقافية. هناك عدة نقائص، لاحظنا أن عدة أشخاص تم سجنهم ومتابعتهم بسبب معتقداتهم الدينية وبسبب يعني توجهاتهم العقائدية، وهذا ما يتنافى مع المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر. هل تعتقد أن هذه الظاهرة لها أثر جانبية؟ أثر جانبية نعم، كي تشوفي بلي الجزائر يعني أكبر بلد في إفريقيا، وإحنا من الأولين اللي دخلنا في التعددية الحزبية والتعددية السياسية، وكنا من الأوائل اسم اللي بادرنا بهذه القضايا يعني، وإن تكلمنا على حقوق الإنسان وحقوق المرأة. لكن كي نشوفوا اليوم أصبحنا من البلدان اللي ولينا متأخرين، وهذا أظن لازم نشوف يعني أون دو سور متر أون كيستيون، باسكو الجزائر وليو دافونسي يعني باش نلخصوا الدروس يعني واش يصرى في العالم. احنا مالوريزمون ولينا اللور، شفنا بلي الانتهاك الحقوق يعني كل يوم، الورك نورمالمون اليوم الجيري تكون من لي بي اللي يعطيو الدرس يعني، وخاصه في المنطقه فيما يخص يعني لو ريسبي ولا دي دروا دلوم. بطبع يعني كما يقول المثل، الضغط يولد الانفجار،
يعني الاستمرار في خنق الفضاءات التعبير، الاستمرار في قمع الحركات الاجتماعية وحتى الحركات السياسية، الاستمرار في منع المواطنين يعني من التمتع بحقوقهم سواء كانت سياسية مدنية اجتماعية أو حتى ثقافية، بالطبع ستكون له عواقب وخيمة مستقبلية على في البلد. شوفي، ظاهرة تدهور في حقوق الإنسان عندها العديد من يمكن الأسباب، أسباب الكليما، المناخ والحركات الاجتماعية الموجودة في بلادنا. على بالكم بلادنا في أزمة اقتصادية كبيرة، أزمة اقتصادية لا تلقي بظلالها على حقوق الإنسان، راح ما يكونش كاين حرية تعبير، ما راحش يكون كاين جميع أنواع الحرية راح تكون مقموعة، والحراك الاجتماعي الموجود حاليا لمسيرة الأطباء اللي منعوها وضربوهم أسي، إضراب الأساتذة كما شفنا مؤخرا العملية التي قامت بها أعضاء الشرطة اللي رموا بطلبة المدارس العليا في الطريق. فهذه مجموعة من الحركة الاجتماعية اللي كانت سبب في أنه حقوق الإنسان مش موجودة في الجزائر وإنما متدهورة نوعا ما. بعد المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم، في رأيك ما هي حالة حقوق الإنسان في العالم وفي الجزائر؟ الحقوق هي قتلها سيدة عطاتي فورم دو بيلون ولا لو رابور تاعها تاع 2017. سي على بالنا بلي بزاف القضايا فيما يخص الحقوق الانسان يعني ممكن سون با ريسبكتي اترافير لو موند. شفنا في القضايا الاقتصاديه، في لي ليبرتي فوندامونتال، الحقوق الفرديه والجماعيه، شفنا باريكزومبل قضيه هذه تاع لي حراقه تاع لي ميغرون، شفنا القضايا اللي تخص حريه الصحافه. هذو كاع المشاكل ما نقدرش نقولوا باللي تطورت الحقوق، لان مازال عندنا يعني الكثير، عندنا بزاف لي زيفور افير باش يعني يكونوا لي دروا دلوم امبيليوري في الجزائر. في العالم يعني هناك يعني مؤشرين، المؤشر الاول ان هناك يعني استمرار خطير في خروقات حقوق الانسان، الحرب في سوريا، في فلسطين، وما يحدث في آسيا، ما يحدث في بوروما للأقلية المسلمة في بوروما، وكذلك تراجع المكاسب الاجتماعية في عدة بلدان. جانب الإيجابي أن ما زال يعني هناك يعني نوع من المقاومة، عدة جمعيات، نقابات وحركات اجتماعية وسياسية تقاوم هذا الوضع وتطالب بغد أفضل. هل حرية التعبير برأيك حق مشروع لابد منه؟ أكيد حق مشروع. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضح في كل مواده، حقوق الإنسان، سواء حرية التعبير، حرية التظاهر، حرية المعتقد، حق مشروع لكل إنسان أنه يمارس أي حق من الحقوق الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نعم، شوف، حرية التعبير هي الأساس في كل مجتمع ديمقراطي، فهي تكون الركيزة الأساسية في كل نظام ديمقراطي. لكن نشوفوا اليوم يعني كي نشوفوا الوضعيه الاقتصاديه للصحافه، ونشوفوا بعض لي زونتراف، بعض لي بريسيون، هناك مشكل في حريه التعبير في الجزائر لاسباب عده تكلمنا ديجا عليها، في قضيه لا بوبليسيتي بار اكزومبل، لي كونديسيون سوسيال ايكونوميك تاع الصحفيين. استدير هناك يعني اسباب عده اللي جعلت بلي حريه التعبير ما راهيش في استدل، ما نقدروش نتكلموا يعني نقولوا بلي رانا في حريه التعبير كما يعني فوالا كما يلزم. بالطبع حرية التعبير يعني أولا مكفولة دستوريا، مكفولة بالمواثيق الدولية التي صدقت عليها الجزائر، ولكن يعني ميدانيا من حيث القانون يعني قانونيا موجودة، ولكن ميدانيا عمليا فهذا الحق يعني تشوبه الكثير من المشاكل. بما أن حرية التعبير هو حق، يعني المظاهرات أيضا هي حق مشروع؟ نعم، التظاهر السلمي في الجزائر العاصمة هو حق دستوري وحق مكفول يعني حتى دوليا، ولكن للأسف المسيرات لا تزال ممنوعة في الجزائر منذ جوان 2001، وهذا يتنافى مع الدستور الجزائري، مع القوانين الجزائرية، مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، يعني تتنافى حتى مع المبادئ البديهيات حقوق الإنسان. يعني
المظاهرات هي وسيلة للتعبير عن مطالب وحقوق المواطن الغير المسموعة؟ بالطبع، يعني تظاهر سلمي وتجمهر، تظاهر وتجمهر يعني السلمي هي نوع من أنواع يعني التعبير، من نوع من أنواع يعني إنسان كما يقولوا منصة لإنسان يعبر عن انشغالاته ويطالب بحقوقه. يعني هي لازم تكون يعني في عن طريق المظاهرات يمكن أن تعرف توجهات، يمكن الدولة نفسها يعني صور حكومة أن تعرف النقائص وتعرف المشاكل التي يعاني منها المجتمع عن طريق المسيرات والتجمعات. شوفي، حق التظاهر حق دستوري، هو موجود في الدستور الجزائري، يعني الجزائريين لهم الحق في التظاهر في إطار سلمي على كل حال، وهناك القوانين اللي كيون كادر يعني لو درو دو مانيفيستي بار اكزومبل، لازم ديري طلب ترخيص نورمالمون 8 ايام قبل ما ديري المظاهره وتعطي لهم ليتينيرار من الاخر. هذا ما كان المشكل تاع التظاهرات، كانوا احساس تقدر يكونوا في الولايات الداخليه غير الجي ما يخليوش التظاهر، لان في 2001 كانت غروند مانيفيستاسيون تاع العروش منطقه القبائل، هناك دي ديراباج صراو واش صرا في 2001. ومن بعد قال لك من هذاك النهار في الوقت هذا كان علي بن فليس رئيس الحكومه واللي منع المسيرات في الجزائر، لكن في هذاك الوقت جبدوا المشكل تاع لا سيكوريتي، استدل قالوا بلي لاسباب باسكو هناك دي ديراباج. لكن كي نشوفوا اليوم وراه المانع باش تخلي باش يمنعوا المسيرات. شفنا باريزومبل لي ميديسان راحوا داروا الميديسان داروا مظاهره سلميه بدون ان يكون هناك مشاكل ولا دونك. اظن هناك نوع من الخوف، لان لو كان يخليوا الناس يعني تتظاهر ممكن بالك بزاف من لي سيكتور اللي يجوا يتظاهروا في الجزائر. اكيد طبعا مظاهرات حق مشروع في الدستور، لكن إذا كانت بطريقة سلمية أكيد الحكومة تحفظها بطريقة سلمية. أكيد ظروف معينة خلت المظاهرات مش موجودة في العاصمة، لكن في بقية الولايات تقدر تتظاهر عادي، لكن المظاهرات حق مشروع مانيفيستيس تندغوا مكفول في الدستور، هو طريقة ليعبر بها أي واحد صوته مش مسموع أو حتى كان مسموع لكن يود أن يوصله لسلطات الحدود.